مولاي صلي وسلم دايما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله، والمداد المداد يا رسول الله، وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صل على المصطفى معايا البنات هنايا كلشي طحنتو، جيت نشارك معكم المهم السفوف ديالي اللي كندير انايا كل عام، ماشي كل عام، هذا هو العام الثاني اللي غندير السفوف، حيت كانت كتصيفطوا كيصيفطوا ليا با من المغرب. المهم هنايا البنات هنايا البنات حبه حلاوه كما كتشوفوا معايا، هذا حمرتها شويه فوق البوطه وطحنتها، هذا النافع حتى هو حمرته شويه فوق البوطه وطحنته، ماشي ندير هادشي كامل على البنات، غندير معلقه كبيره وصافي. هنا عندي واحد الكيلو نص تاع اللوز اللي ديجا شاركته معكم البنات، كنت قليته وخليته ابار حتى لقيت النافع، كيلو نص تاع اللوز اللي طحنته ونص كيلو البنات ما طحنتوش راه باقي، هو اللي غنزوق به، هو اللي غنديرو مع التلسه اللي تخلط ونديرو. هنا عندي واحد درت راه دايره الملحه كيبان لكم هنايا، داكشي ابيض هدر الملحه درت واحد شويه، هنا الجنجلان درت واحد جوج كيسان كبار، هذا كاوكاو درت البنات غير نص كيلو، وهذا الجنجلان مطحون، الجنجلان مطحون. بالنسبه للبنات حبه حلاوه راني طحنت معاها سميتو المسكه، طحنت معاها المسكه، راه هنايا طحنا معاها المسكه. هنايا عندي سكر كلاص، عندي شويه ديال الكوزه، وعندي القرفه، وهذا الطحين البنات هنا تقريبا 3 كيلو تاع الطحين كما كتشوفوا معايا. المهم هذا هما اللي كنحتاج، وغادي نحتاج الزبده وغادي نحتاج الزيت. المهم هذا الشيء اللي كاين. صافي حبيباتي هنا ندير واحد المعلقه كبيره ولا معلقه ونص كاع ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه الحلاوه. نو با توت سويت، غادي ندير واحد شويه تاع البوزه البنات، غير واحد شويه، واحد معلقه صغيره ما عمراش. شفتو البنات درت غير شويه تاع البوزه، ما درتش بزاف. وي ماما باسي بس غير شويه تاع البوزه. وغادي ندير جوج معالق كبار ديال القرفه، فوالا صافي البنات غادي نخلط كلشي. انا البنات غادي نجمعها غير بالزبده والزيت، الزبده اللي غادي نذوبها والزيت اللي غادي نطيبها. هادشي غير قوام راه الطحين ما كنتهش اغيت ادم كما قلت لكم، الزيت ما خلانيش ولدي نصور، ما خلانيش. الزيت غادي نطيبها البنات، واحد يترو تاع الزيت غادي نطيبو، اللي شاط ما غاديش. المهم على حساب، على حساب يجهز ليا تاع الزيت. وغادي نزيد السكر على حساب الذوق، حتى هو عندي هنا سكر كلاص البنات غادي نزيدو حتى هو، وغادي ندير البنات سكر كلاص على حساب المهم، غادي ندير على حساب وابخي نشوف شحال تقلا هادشي، نشوف على حساب الحلاوه. انا البنات ديما تنقولها لكم، تنقول لكم الحلاوه عزيزه عليا، كان حماق على شي حاجه سميتها الحلاوه، ولكن انا البنات ما تنديرش فيه العسل، العسل ما عنديش معاه، ماشي ما عنديش معاه، تناكلو في شباكيات، تناكلو هكا في بريوات ولا شي حاجه، مي في السفوف ما تيعجبنيش انا في السفوف.
ودرت تسمع البنات واقيلا هادي على جوج لحقاج ما غاديش تقدنا القصريه. طب هاد الشهر القوامه ما طحن مازال ما راه القوامه ما قدناش في القصريه، وغادي نقسمها هكا على جوج نشوف شي حاجه اخرى اللي ندير فيها باش نتغلب عليها. صافي هنايا جبت كلشي البنات للصاله، درت واحد الملايه كما كتشوفوا معايا، درت واحد الملايه باش اللي طاح غير نهزها ونفضها. جلست في الارض حيت سوكي بغل عليك هنايا ولادي داروا لي حاله بلا ما تدوا عليهم. ولدي دار حاله عليها، ما تنبغيش ندير شي حاجه من تيكونوا هما، ولكن كنت ضروري 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 غادي خاصني نحيدوا عليا لحقاش كنت لغدا لي غادي نخدم. فوالا هنايا كما شفتوا معايا قسمت السفوف ديالي على جوج، درت النص بالنص البنات باش نتغلب عليه. المهم درت واحد 250 غرام تاع الزبده اللي ذوبتها، اللي حيدت ليها ما درت اللي حيدت لها الحليب ديالها البنات، ضروري داك الحليب ما ديروش بحقاش راه تيخسر السفوف. صافي وغادي نبدا نعلك، ما كان غير عليك البنات، راكو عارفين السفوف تيبغي عليك، ولا سلو ولا السفوف تيبغي عليك. مهم طيح لي الكتاف قسما بالله، الا طيح العلي العظيم الا طيح لي الكتاف مي معليش. المهم حيدتو عليا، بقات لي شويه تاع الشباكيه وشويه تاع بشنيخه وشويه تاع البريوات، هما غادي نديرهم ان شاء الله، ولكن كل شيء غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. هنايا ولدي شتت النص، ما بغاش يرصى ما بغاش يرصى، سي بوغ سا تنقول لكم ديما ما تنبغيش ندير شي حاجه من تيكون وليداتي. صافي البنات هنايا دخلت فيه الزبده مزيان كما كتشوفوا معايا هنا، دخلت فيه الزبده مزيان، وغادي ندير الزيت اللي طيبته البنات حتى غلات، الزيت حتى غلات. غادي تقولوا لي داكشي ماشي صحي، غادي نقول لكم اه عندكم الصح ماشي صحي، ولكن انا هادشي اللي كندير الزيت وكندير الزبده. هذا هو السلو اللي كيعجبني بالزيت والزبده، ما كيعجبنيش البنات بالعسل، ما تيعجبنيش المهم بالعسل، ما تنديرش فيه انا العسل. المهم هنايا درت واحد نص لتر تاع الزيت اللي جمعت به داك السلو ديالي، وعطيتها لعليك. ما كان غير عليك 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 البنات، ضروري لعليك باش ينسجموا كاع العناصر، يطلق ديك الزويته ديالو وكيجي زوين. صافي غادي نبقى بحال هكا حتى نسالي، وها نتوما معايا حتى الاخر تاع الفيديو ان شاء الله. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفيا الغزال فاطمة. ارحمي يا راحت العقل ترحمي، من شفاهات طال سقامي، كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفيا الغزال فاطمة. فاطمة صدمي يا اللي داويتي جسمي، عمري